أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نتمنى بأن نشاهد مع المباراة كبيرة في ظل هذه الأجواء. معكم فارس عوض من كابينة التعليق، وسعيد جدا بالتواجد معكم لمتابعة هذه المباراة. واليوم نلتقي لتغطية مباراة ضمن منافسات ديفيجن رايفلز، وهذه الأجواء الحماسية تجعلنا نتحمس أكثر لهذه المواجهة ونحبس أنفاسنا مع الجميع. سعداء جدا بتواجدي معكم في هذه اللحظة، نتمنى بأن تستمتعوا معنا بأحداث هذه المباراة. وضح على الشاشة تشكيلة الفريق صاحب الأرض. في المرمى راح يتواجد إيدرسون، إيفان كوردوبا، سيلعب بجوار فان دايك في الخط الخلفي، وفي الخط الأمامي صامويل إيتو، سيبدأ بجوار ديناتالي. نستعرض لحضراتكم التشكيل الأساسية لفريق فاوندرز. في حراسة المرمى دوناروما، فيرجيل فان دايكس. الآن فرصة للتسجيل. تصدي سليم من دوناروما. كانها بطريقة سيئة لإهدار الركنية، واللي تحولت إلى ركلة مرمى، من ركلة ركنية إلى ركلة مرمى. أوكافور في التوقيت المثالي يأتي التدخل. توغل هجومي مع خيارات ممتازة، ننتظر استغلالها. ليتل، أوكافور، محاولة هجومية هنا، تنفيذ جيد للضغط العالي، وصلت إلى ليتل. تتحول السيطرة للفريق الآخر. تدخل ممتاز، ضربة ركنية إذن في هذه اللحظات. كرة مع كلود ماكاليلي، وصلت إلى ليتل، عرضية ممتازة إلى الخلف. أوهو، كرة من مسافة قريبة جدا، إيدرسون يتألق، يمنع الكرة من المرور، ردة فعل خيالية. ضربة رأسية غير متقنة بعيدة جدا عن المرمى. مايكل لاودروب، ولا مع فرانك ريبيري. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. في المرمى يتصدى حارس المرمى ببسالة كبيرة، تصدي في الموعد وإيقاف للركنية. مالارد، حكم الراية يحتسب تسلل في هذه اللقطة. تحول هنا في الاستحواذ. صامويل إيتو، مخالفة، يعلن حكم المباراة بانتظار القرار الإداري. تدخل ناجح مشاهدينا لاستعادة الكرة. تصدي ممتاز في اللقطة، الله على القفاز، ممتاز الكرة الماضية. تنفيذ الركنية في منتصف منطقة الجزاء. كرة مع كلود ماكاليلي، ضغط عالي لا يترك مساحات. ملا، كرة بتضرب الخط الخلفي. الله على الحارس.
اقتربوا كثيرا من تسجيل هدف التقدم، لكن حارس المرمى قال كلمته في الكرة الأخيرة، أجل التقدم، لكن الضغط مستمر وإذا استمر سيأتي الهدف لا محالة. قطع للكرة قبل أن تشكل خطورة. جراهام، بالطبع توجد مخالفة هنا، لكن الأولوية لإتاحة الفرصة. هذه هي فرصة هدف. الكرة في المرمى، مستحيل البداية، مستحيلة. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. ليتل وصلت إلى ديفيز، فرصة للتقدم على الأطراف من جانب فريق فاوندرز. عرضية فيها خطورة. أوه، الكرة في المرمى، مهارة خيالية، نهاية خرافية، حط على الطاير بكرة لا يسجلها إلا الكبار. يتحول الاستحواذ للمنافس. ليتل مساندة تصل الآن. الكرة تصل إلى القائم البعيد. يا الله،